السلام عليكم. الترجي الرياضي التونسي اليوم على شبيبة القبايا في ملعب رادس ويضرب موعد مع الأهلي المصري في دور نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية. الأهلي المصري اللي اليوم تعادل أمام الرجاء 0-0. طبيعة ما نجموش نحكيه على مجريات المقابلة من غير ما نحكيه على الأحداث اللي صارت قبل المقابلة واللي صارت كيف من بين الشوطين. بالنسبة للأحداث اللي صارت قبل المقابلة، دخلت الترجي الرياضي الدخلة العالمية اللي كيف ما قاعدين نشاهدوا فيها مع بعضنا، وهذا بطبيعة مش غريب على جماهير الترجي الرياضي. كان يعني الجماهير صنعت الحدث في الجزائر ب7000 متفرج، سكتت 50000 متفرج من جانب جماهير شبيبة القبيل يلزمهم يصنعوا الحدث في مباراة العودة ب40 أو 45000 متفرج. بالنسبة للأحداث اللي صارت بين الشوطين بين جماهير الترجي الرياضي والأمن، هنا راهو الأمن يلزم يفهم حاجة، يلزم يفهم راهو طريقة تعامله مع الجماهير التونسية ما نقولوش غالطة ولا صحيحة، لكن خليونا نقولوا طريقة تعامله ما عطاتش الأكل متاعها، طريقة التعامل متاعه بل زادت الأمور تعكرت أكثر. لذا لو مش قادر يعرف كيفاش يتعامل مع الجماهير هذه، يلزم نشوفوا سلك آخر يا أخويا، كما شفنا سلك الشرطة البيئية، نشوفوا سلك الشرطة الملاعب. ناس تعرف كيفاش تتعامل مع الجماهير هذه، الناس تعرف كيفاش تتعامل مع جماهير جايه للملعب. رانا يلزمنا نفرقوا بين ناس تمشي في الشوارع، ناس عاديه، وناس في الملاعب. ريتك الناس اللي تمشي في الشوارع هي بيدها وقت اللي تدخل للملاعب تتحول 180 درجه، تولي ناس اخرى ما عادش تنجم تتحكم فيها. الامن يلزم يفهم النقطه هذه. نرجعوا للمقابله. البارح في الندوه الصحفيه المدرب نبيل معلول اش قال؟ قال قعدت للاربع متاع الصباح تكشي للفجر وانا انكمبس. لذا يا نبيل معلول ننصحك في المقابلة القادمة امام فريق الاهلي المصري، مهما كانت وضعية الترجي الرياضي خويا معاش تصبح، خويا معاش تقعد للاربعة وتكمبس، على خاطر انت لهنا من مرحلة التكمبيس وصلت لمرحلة التفلسيف. التفلسيف متاعك اليوم جاب ربي جاف امام فريق شبيبة القبيل، فريق النجم قولوا عليه في متناول الترجي الرياضي. لو التكمبيس متاعك جاء امام الاهلي المصري، صدقني اليوم الترجي الرياضي قادرة انها تخرج حتى لو تستحق التأهل. راهي معروفة في عالم كرة القدم، المدرب وقت اللي يتفلسف اكثر من لازم راهو كل شيء باش يرجع عليه بالسلب، وشفنا هذا مع بيب غوارديولا مدرب مان سيتي. يعني بالتفلسيف متاعو حرم فريقه مان سيتي باغلى لقب في اوروبا، هو رابطة الابطال الاوروبية. ساعة لساعة فريق هو بيدورة صعب على روحه وحده، المقابلة يصعب على روحه قبل ما تبدأ. عندنا نقائص، الملاعب الفلاني مضروب، اللاعب الفلتاني مضروب، أفضل لاعب في الفريق ماهوش باش يلعب، نلعبوا على الأربعة وجهات، باش يلعب اليوم أمام شبيبة القبيل وممكن راهو يفكر في المقابلة القادمة أمام النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري اللي هي مقابلة مهمة بالنسبة للترجي باش يقعد في الكورسة في البطولة التونسية. يعني أنت وقت اللي تبدأ تحسب فيها أكثر من لازم كما قال نبيل معلول الأربعة تاع الصباح وأنا نكمبس، علاش قال نكمبس؟ بسبب الإصابات اللي عنده. يعني كان خليت اللعبة تمشي بطبيعتها راهو هذا الكل ما صارش. اليوم الإفكتيف متاع الترجي الرياضي بالغيابات المتواجدة فيه، لو كان هو بيدو الإفكتيف هذايا نحسبوه هذاك الإفكتيف متاع الترجي، لا فيه لا حمد الهوني ولا فيه الشعلالي ولا فيها حتى لاعب مصاب. صدقوني اليوم قادر انه يفوز بسهولة على فريق شبيبة القبيل ويتأهل للدور الثاني. يعني معلول كمبست وفي الاخر هردتها ولا قريب باش تهردها. اليوم انت بتكمبيز متاعك قريب باش تخرج الترجي الرياضي من رابطة الابطال امام فريقي ما قلنا في المتناول. يعني تكمبس، علاش قلنا درجة التكمبيز متاع معلول وصلت للتفلسيف؟ تهب تلعب ثلاثة في اللاكس، تلعب 3-5-2 يا اخي. الترجي الرياضي من وقتش ولا يلعب ثلاثة في اللاكس، هذه نقطة. يندرى للدرجة هذه غياب حمدو الهوني اثر عليك؟ كيف من وقتاش هاني اعمامه شارك مع الترجي الرياضي الموسم الحالي باش تلعبوا في مقابله مصيريه كيف المقابله اليوم امام شباب او شبيبه القبيل؟ عندك على الاقل انت حبيت تلعب بثلاثه في اللاكس، عندك محمد علي اليعقوبي على الاقل شفته امام شباب بالوزداد وقدم مقابله محترمه. هبطت اخويا، هاني اعمامه يا اخي، تعرف عليه انت اليوم شنو المستوى اللي باش يظهر به يا اخويا؟ الشوط الاول راني ما نلوموش انا شخصيا هاني اعمامه، اللي نلوم
نبيل معلول اللي هبطوا خلاه الاخر دقائق المقابله. مسكين الشوط الاول يا ودي، اختانا من الكوره، اختانا من كل شيء. ممكن انتوما كجماهير تتفرجوا في اللاعب اللي عنده الكوره، شخصيا نتفرج في الملعبيه اللي ما عندهمش كوره. اليوم كنشوف هاني عمامه من غير كوره والله يسخف، في كل لحظه يقول باش يطيح هذا، ما فهمتوش اليوم يعني خارج على الموضوع كومبليتمون. الشوط الاول لو فريق شباب او شبيبه القبائل عرف كيفاش يتعامل مع دفاع الترجي الرياضي، اقسم بالله بسبب هاني عمامه قادر انه يسجل هدف واثنين. يا خويا الشوط الاول الثاني رجعت تلعب باربعه فلاكز، رجعت تلعب بكاتر واتر و هاني عمامه خرج اخويا، هاني عمامه هاك شفت يا معلم طبت فيه في الاخر، شفت الفضيحه نتاع هدف التعادل لشبيبه القبائل. بخسين اليوم معلول لو كان جيت نعرف عنده مشكله مع هاني عمامه والله العظيم نقول حب يحطمه، راهي معروفه هذيا، ساعات ملاعب يبدا راقد 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 ويحبوا يحطموه امام الجماهير، يجيبوه في مقابله صعيبه، مقابله مصيريه ويهبطوه، بطبيعته هو راقد يعني باش يعمل الفضح في المقابله. من بعد المدرب يقول لك ها هو شفتوه راهو ما عندوش بلاصه، هك قاعدين تشوفوا فيه وقت اللي هبطته ما لقيتوش. كيف كيف انت يا نبيل معلول، هاني عمامه، هاني عمامه ملعب حتى دقيقة، تهبطوا اليوم في مقابلة مصيرية أمام القبائل. يعني الترجي راهو بداية المقابلة واضحة باش يضغط وباش يسيطر على القبائل، وهذا اللي صار، لأنه الشوط الأول صراحة شخصيا شفت ملعبية الترجي الرياضي التونسي اليوم ما واجهوش في الشوط الأول شبيبة القبائل، بل واجهوا حارس مرمى القبائل. أنت اليوم كي عارف روحك باش تسيطر وعارف روحك باش تضغط، رك هاني عمامه كي تحطه حتى لو باش يقدم مقابله محترمه، كي تزيدوا ملاعب ثالث فلاكس يعني باش تخسروا، خاطر هاني عمامه ماهوش باش يقدم. انت لهنا في عود هاني عمامه نورمالمون تهبط البدري من الاول، انت على الاقل تربح بمهاجم بما انك باش تضغط. من شنو خايف انت في الشوط الاول؟ الترجي الرياضي معروف يلعب اربعه مدافعين يتفاهموا مع بعضهم، اربعه مدافعين ما ثماش اغلاط تقريبا في جل او في كل المقابلات اللي لعبوا بها. يعني زيد اليوم انك هبطت هاني عمامه من الاول، نورمالمون ما كان هاني عمامه تلعب بالتشكيله العاديه 4-3-3، هاني عمامه تخرج ويهبط مكانه حمدو او يعبت مكانه انيس البدر. الشوط الثاني بعد ما الترجي الرياضي تقدم في نتيجه ما عرفش كيفاش يتعامل مع بقيه المقابله على عكس المقابلات الفارته، لانه كان قادر يسجل الهدف بعد ما سجل الهدف الاول، كان قادر بالفرص اللي جاته يسجل الثاني والثالث، لكن ما عرفش كيفاش يتعامل مع الفرص هذه. شبيبه القبائل يسجل هدف التعادل وتتقلب اللعبه 180 درجه، اصبحنا نتفرجوا في فريق يهاجم 100% وفريق يدافع 100% هو بطبيعه فريق الترجي الرياضي. وفي اللحظه هذه شخصيا بعد ما ضغط شبيبه القبائل ما عادش نجم اللوم على لعبيه الترجي الرياضي انهم ما عرفوش كيفاش يتعاملوا مع المقابله، والا خلاو هجوم شبيبه القبائل يضغط عليهم، لانه هذا امر عادي جدا، فريق خارج ما عاد عنده ما يخسر، يعني حتى لو يقبل الهدف الثاني عادي، لذا يلزم يقدم ويسجل. الترجي الرياضي او لعبيه الترجي الرياضي في الدقائق المتبقيه بعد ما سجل القبائل هدف التعادل قدامهم شيء واحد، لا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع المقابله ولا هم يحزنون، هدف واحد بالنسبه للاعبيه الترجي الرياضي باي طريقه ما نقبلوش هدف ونتاهلوا للدور نصف نهائي، وهذا تقريبا اللي صار. ونعاود نقولها مره اخرى، اليوم نبيل معلول بالتفلسيف الزايد نتاعو بتكمبيس ساعه بالمقابله على الترجي الرياضي. على كل حال المقابله القادمه باش تكون بالرسمي المقابله المهمه امام الاهلي المصري، نعاود نقولها نبيل معلول نقص شويه متكمبيس، لانه اليوم بتكمبيس نتاعك كنت باش تخرج الترجي الرياضي وتقصيه امام فريق شبيبه القبائل اللي على الورق وكيف كيف على الميدان ما كانش افضل في كل ردهات المقابله من الترجي الرياضي. في ختام الحلقه كالعاده البياري متبقى كمش يقولكم تحيه تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.